الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا بكم في رحاب حلقتنا هذه من برنامج كيف تكون على صواب، حيث نتحدث عن أمر مهم، ابن تيمية والفلاسفة. لقد زاغ أحمد بن تيمية فقال بوجود المخلوق مع الله في الأزل، وقال إنه تحدث في ذات الله صفات، فتحدث له إرادة بعد إرادة وكلام بعد كلام. والحق أن حدوث الصفات في الذات يوجب كون الموصوف حادثا. ولقد كذب من قال في وصف ابن تيمية إنه لسان المتكلمين على منهج السلف، وهو في الحقيقة مبتدع في الاعتقاد وفي الأحكام، وقد خرق الإجماع في مسائل عديدة في الطلاق وغيره، كما قال الحافظ أبو زرعة العراقي. فمن اعتقد أن العالم أزلي لا بداية له، وأنه لم يزل موجودا مع الله بمادته وصورته أو بمادته فقط كابن تيمية، فهو كافر. قال الزركشي في كتابه تشنيف المسامع: وهذا العالم بجملته، علويه وسفليه، جواهره وأعراضه، محدث بمادته وصورته، كان عدما فصار موجودا، وعليه إجماع أهل الملل، ولم يخالف إلا الفلاسفة، ومنهم الفارابي وابن سينا، قالوا إنه قديم بمادته وصورته، وقيل قديم المادة محدث الصورة. ثم قال الزركشي: وضللهم المسلمون وكفروهم، انتهى. ويعني بذلك أن هذا كفر بإجماع علماء الإسلام. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج كيف تكون على صواب، لنكمل الكلام في الحلقة القادمة عن موضوع الحكمة من خلق الجن والإنس، فتابعونا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.